رجعنا معاكم مشاهدينا فقرة حوارية جديدة يمكن هتهم كل أسرة وكل أم وأب تحديدا. تربيتنا لأولادنا هي مسؤولية، إن إحنا ننشئ جيل يعني ليه قيم ليه أخلاقيات، جيل واعي جيل مثقف، دي مسؤولية كبيرة جدا، والأب والأم يمكن هم المسؤول الأول عندها. تقريبا كده طريقتنا في التعامل مع أولادنا بشكل كبير هي اللي بتأثر على حياتهم وعلى سلوكياتهم، بيكتسبوا مننا عادات كتيرة جدا، وبالتالي محتاجين إن كل شخص يكون عارف بيتعامل مع الطفل إزاي، إيه المحتوى اللي بينقله للطفل، إيه أسلوب الحوار اللي بيتحاور بيه مع الطفل. ساعات عصبيتنا ونرفزتنا وضغوط الحياة بتتنقل لأولادنا من خلال أسلوب تعاملنا معاهم، وأحيانا كمان التدليل المبالغ فيه بيفسد كتير جدا من شخصية الأولاد. إزاي نتعامل مع أولادنا بشكل سوي؟ إزاي نتعامل معهم بشكل فيه نوع من الاعتدال، لا فيه نوع من القسوة والعنف أو العقاب المشدد ليهم، وفي نفس الوقت ما فيش نوع من التدليل نضمن من خلاله يكون عندنا أطفال أسوياء وقادرين على تحمل المسؤولية. اسمحوا لي في هذا الإطار أرحب بضيفي الكريم اللي بيشرفني النهاردة، دكتور هيثم فؤاد أخصائي تخاطب وتعديل سلوك. أهلا بك يا دكتور. صباح الخير. أهلا بحضرتك. التربية بشكل عام يا دكتور مسؤولية كبيرة جدا، ويمكن يعني الأم هي أكتر شخص بيتحمل هذه المسؤولية. أكيد الأب عليه جانب كبير من التربية، ولكن الأم بما إن هي أكتر شخص بيمضي وقت طويل مع الأولاد، هي اللي بتبقى موجودة معهم أغلب الأوقت، فهي المتحمل الأساسي لهذه المسؤولية. ماذا عن التربية بشكل أساسي، وقد إيه أولادنا بيكتسبوا مننا كتير من السلوكيات بشكل مباشر أو غير مباشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بأيد كلام سيادتك، التربية هي المصنع اللي بنصنع فيه أولادنا وبنعدهم للمستقبل. ولو أني أختلف مع سيادتك وأتفق برضو في نفس الوقت، صحيح الأم لها عبء كبير جدا في التربية، وليها دور أساسي ده احنا يعني لا نكهله ولا نغفله طبعا. بس أنا مش هقول الأب لا، أنا هقول الأسرة والمجتمع. صحيح، دول كلهم جنود في تلك الحرب. نعم صحيح. الام انا برضو مؤيد ان الام هي الجندي الاساسي، هي الجندي الجبهه، رجل الجبهه في الموضوع ده. بس برضو دي كلها عناصر مهمه جدا بتكون او بتشكل النشء وبتشكل اسلوب التربيه وبتشكل شخصيه الطفل. فاي عنصر من دول كان دوره أصبح سلبي أو مؤثر سلبيا على العملية التربوية فبيؤثر على باقي أدوار الأفراد. طبعا في ظل المدخلات الكبيرة والواسعة والميديا والسوشيال ميديا والإنترنت وحاجات كتير قوي بتخش مجتمعنا إحنا مش قادرين نسيطر، فده بيدي صعوبة للمهمة دي وبيدي خطورة أيضا للمهمة دي. فلذا بنولي اهتمام بأمور التربية. تمام. وقبل ما نربي النشأة ونشوف إحنا هنعمل إيه، لازم نربي أنفسنا الأول، لأن التربية مش إن أنا أبتدي ألقي للطفل أو للنشأة أعمل كذا أو أصدر أوامر. التربية مش إصدار الأوامر ولا نظريات مكتوبة وخلاص، لا، الأفضل إن الطفل يشوف النظرية دي قدام عينيه. بمعنى أوضح، ما ينفعش مثلا انا احاول اعلم الطفل انه ما يكذبش واقول له ان الكذب ده حرام او عيب او او او. طيب هو استقبل منك المعلومه ديت او النظريه دي كويس قوي، طيب هل بقى هينفذها؟ هل فعلا هيبقى هو حريص ومتاكد ان الكذب ده لا شيء سيء ما ينفعش؟ طيب امتى بقى يستجيب لكلامك؟ اما يشوفه. ما ينفعش انا اقول لابني ما تكذبش اقول انا كشخص بكذب، واما يجي عمه يتصل يقول لي ده عمه، اقول له بابا نايم. ففاقد الشيء لا يعطيه طبعا. فهنا بقى خلاص انا فقدت دوري كتربوي، انا كجندي اصبحت جندي بدون سلاح بالحاله دي، لان انا دلوقتي ازاي انا هعلمك تكذب وانا بكذب؟ مش منطقي، مش لوجيك كده. إدراك الطفل تأكد إن اللي أنت بتقوله ده غير اللي أنت بتعمله ده، بس أنا بتعلم أكثر من اللي أنا بشوفه بعينيا أو اللي أنت بتعمله مش اللي أنت بتقوله. تمام. أغلب الوقت دكتور يعني إحنا كأولياء أمور بنبقى عايزين أولادنا يعملوا الصح زي ما إحنا شايفينه من وجهة نظرنا هو صح،
ولكن ايه الطريقه اللي خلي اولادي يعملوا بيها الحاجه الصحيحه ويبتعدوا عن الخطا من غير ما احسسهم ان انا رقيب عليهم، من غير ما احسسهم ان انا عايزكم تنفذوا اوامري او كلامي وخلاص بصرف النظر عن السبب؟ قد ايه مهم ان انا دايما اشرح للطفل السبب اللي انا بقول له عليه اذا كان ولا لا؟ طيب احنا متفقين ان احنا الاسلوب التربوي او تربيه النشأ عايزينها تبعد عن اسلوب الامر والنهي. نعم. انا مش بدي اوامر. فدي نقطه لازم او قاعده لازم نبقى متفقين عليها. وبرضه متفقين ان احنا عايزين الطفل يشوف بعينه النظريه التربويه اللي انا بعملها. او ايه الهدف اللي انا عايزه او ايه الصفه او الخاصيه اللي انا عايزها تبقى معاك. بعينه مش يسمعها بودانه وخلاص عشان تتأصل في ضميره وفي فكره. طيب احنا انت حضرتك قلتي نقطة او شائكة في الموضوع ده، ايه هي بقى؟ وجهة نظري. طيب هي الفكرة بقى في التربية ان هي مش اقناع بوجهة نظري. صحيح. يعني مثلا سيادتك شايفة ان اللون الاحمر جميل، دي وجهة نظرك، بس انا لا. طيب هتقنعيني ده جميل، بس ده لو انا شخص كبير شويه هتقولي لي مبرراتك وليه هو حلو ومميزاته جميل جدا واسلوبك الجميل في الاقناع، فانا ممكن اقتنع. ولكن الطفل لازم تشركيه في وجهه نظرك مش تقنعيه. لازم يبقى هو شايف بنفسه الجهه دي او شايف النظريه دي او شايف الشيء ده بعينيكي. فدي قدره بقى تانية شوية، يعني أو قدرة كبيرة شوية. إن أنا الإقناع لا، إنما المشاركة. صحيح. طيب إيه بقى أو أهم وأبسط أداة في مشاركة الطفل لوجهة النظر اللي أنا مقتنع بيها؟ طبعا قلنا إنه لازم يشوف الأسلوب ده ويشوف فوايده ومساوئه بعينيه. دي أهم حاجة. تاني نقطة وأهم حاجة إن أديله إحساس بالثقة. صحيح. مش الثقة. صحيح. إحساس بالثقة. يعني دايما كده اما تدي تعلمي ابنك وهو لسه طفل صغير ازاي يعتمد على نفسه مثلا، اديله مهام بسيطه انت عارفه قدراته كذا في مقدارها كذا. لا ادي مهام اقل بكتير من اقل كمان. ليه بقى؟ ده هيديله احساس بالثقه مع احتفاظك بدورك الرقابي. تمام. فكل ما ندي مهمه اقل ينجزها يدي تعزيز او مكافاه للتصرف السليم ده، نبتدي نشرح له هو دلوقتي بقى مبسوط بنفسه او سعيد ان هو نفذ حاجه كويسه، نفذ مهمه الكل فرحان بيه، باباه بيدعمه، مامته بتدعمه، الناس كلها شايفه انه حاجه كويسه وبتدعمه. ده هيخليه يشعر باحساس بمزيد من الثقه ومزيد من الرغبه في التعلم. فهنا بقى الباب اللي يتفتح، رغبته في التعلم وفي الاستمرار في الطريق ده الجميل اللي انا بنجز مهمات وحاسس بكياني وبابا مبسوط وماما مبسوطه. ويبدا يظهر مهارات كمان يا دكتور، يبتدي برضو يبقى بالظبط يطلع مهارات تانية ونستغلها في الطريق بتاعنا السليم مش الطريق الخطا. جميل. طيب في جزئيه مهمه قوي حابه اسال حضرتك عنها، وهي ان انا اتيح لاولادي فرصه الاختيار حتى لو في يعني ابسط الامور. لو نازلين نشتري لعبه، ده جميل، هنشتري ملابس، فكره ان انا اسيب الطفل اسيب له حريه انه يختار اللون اللي عايزه، يختار اللعبه اللي عايزها، لانه للاسف في بعض الامهات والاباء يعني بدون قصد بيبقوا عايزين دايما يجيبوا الحاجه الافضل لاولادهم برضو بناء عن اختياراتهم هم او رؤيتهم للشيء، في حين ان الطفل ممكن يكون ليه اختيارات مختلفه، ليه ميول مختلفه عن اللي هم شايفينها من وجهه نظرهم. قد ايه دي من الحاجات اللي بتكسب فعلا الطفل ثقه في نفسه وبتدعمه وبتحسسه ان هو عنده برضو مطلق الحريه في اطار محدود؟ لا هي مش بس كده، لا هي بتدي له بقى الثقه. دي بقى من ضمن الامور اللي بتدي ثقه للطفل وبتدي رغبه في اظهار مهاراته وبتدي تكسر حاجز الخوف للمجتمع ومواكبة الأشخاص. طيب بس نوصل أو نتكلم في الموضوع بشكل مبسط أكتر شوية. يعني مثلا إيه الأم عايزة تروح، أنت هتلبس كذا، هنجيب كذا، هنجيب كذا. طيب ليه بقى؟ السؤال اللي أنا يعني أنا كأب ممكن أسأله لنفسي. طب أنا ليه أنت أنا قررت أو أمرت أو توصلت أنت لازم تشتري كذا وتشتري كذا ليه؟ طب حتى لو شايف أن ده صح وبالفعل هو صح. طيب انا ليه بقى؟ احنا اتكلمنا في الاول في اول لقاءنا في ايه؟ في المشاركه في التربيه.
يعني اديني احساس بالثقه، شاركيني مش تديني امر. ليه انا ما اتكلمش مع طفلي قبل ما ننزل مثلا نشتري؟ وده مثال ممكن نقيسه على حاجات تانية كتير عشان ندي احساس بالثقه ونبني جيل او شخص او طفل ليه فكر، يعرف يفكر، مش مجرد ورقه بيتكتب فيها ما ينكتب. تمام. ليه انا ما اقعدش معاه حبيبي هننزل نشتري هدوم، انت ايه ناقصك يا حبيبي، او صحيح. تفتكر ايه؟ فانت بتنمي عنده ملكه التخيل، الطموح، الامل. انا عاوز وعاوز وعاوز وعاوز. طب ليه يا حبيبي عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا؟ اصل كذا. لا طب ما هو ده ما ينفعش. انت عندك مثلا كذا، او ايه رايك؟ يعني اخليه احنا شوف احنا ما حققنا عنده ملكه صحيح. التخيل والطموح. وانا عاوز. هو ممكن يكون الطفل كأي إنسان عايز حاجات كتير جدا، بس تنظيم الرغبات دي بقى أو تنظيم الأهداف دي. لا طب ما أنت دلوقتي عندك كذا، إحنا الأهم ممكن نجيب كذا عشان كذا. إحنا لا لازم نجيب لبس المدرسة، أنت لازم في المدرسة تبقى مثلا إيه شاطر ومهندم وأساتذتك تبقى فخورة بيك وتبقى صحيح. مهم بين زملائك وزملائك يبقوا فخورين بيك، فدي هتديله. هو مثلا برضه بشكل مبسط ده رايحين المدرسه هنجيب لبس المدرسه، هو عايز يجيب لبس بحر. مش وقت بحر. لا انت لبس بحر هتلبسه امتى؟ السنه الجايه يا بابا في الصيف. لا يبقى الافضل نجيب لبس المدرسه عشان كذا كذا كذا. صحيح. وفي الصيف هتطلع موديلات جديده. يبقى لو جبنا ده هتبقى ولبسته الصيف الجاي هتبقى زمالك هيقول عليك انت لابس حاجه وحشه. فانت اشرقتيه، فتحتي مدارجه، خليتيه يفكر، خليتيه يرتب، ده هيساعده في المستقبل. مش لا كده، انت خليتيه عنده خوف من المواجهه، خوف من الامل، خوف من الطموح، خوف من انه يبدي رغبته. وده سيء في صحيح. في جوانب كتير جدا في حياته، سواء العمليه او الاجتماعيه او الاسريه. اغلب الاباء والامهات بيسعوا بقدر المستطاع ان هم يلبوا احتياجات اولادهم، يبقى في نوع يعني من التدليل بالقدر المطلوب، خصوصا في السن الصغير وهم لسه في سن صغير. ولكن دكتور احيانا برضو العقاب والشده بيكون ليهم ضرر، زي ما التدليل المبالغ فيه ممكن يكون ليه ضرر، العقاب المبالغ فيه والشده والقسوه في التعامل مع الطفل من منطلق التربيه، منطلق ان انا بربي فانا بقسو عليه عشان الولد يطلع راجل والبنت تطلع يعتمد عليها، فانا اشد عليهم بقى حتى لو هم اطفال. ازاي اعمل توازن بالانس ما بين ان انا بدلل وبدلع وبلبي رغباته في نفس الوقت بقوم ولكن بالشكل المطلوب ليتناسب مع عمر الطفل؟ طيب اسمحي لي بقى ان انا هجزئ السؤال بتاع سيادتك، لان هو يعني ليه كذا فتفاض شويه احنا هنجزئه ببسيط بشكل بسيط شويه. اول جزء وساعديني في الموضوع، اول جزء التدليل الزائد ده غلط بجميع اشكاله. ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها ان انا بلبي رغبات طفلي ايا كان. في احنا اتكلمنا في قواعد اساسيه، اتكلمنا في المشاركه في التربيه، الاحساس بالثقه، تمام، مش الاقناع ولا امر. نعم. تمام. طيب المشاركه بقى، انا دلوقتي حضرتك انت طلبتي كذا، احنا كل اي انسان في الدنيا من بدء الخليقه عاوز كل حاجه، ولو صحيح. خد كل حاجه برضه عاوز تاني صحيح. كل حاجه، ده شيء طبيعه بشريه. فاحنا عودنا الطفل في بدايه كلامنا قلنا ايه، ان هو يرتب رغباته واهدافه. تمام. مش كل مره، لان مفيش حد هيقدر يحقق كل حاجه صحيح. مره واحده. طيب كوني ان انا اعلمه او اوفر له ان انا دلوقتي عاوز كذا، اقول له حاضر، كذا اقول له حاضر، لا ده اسلوب غلط من الاباء. هنا بقى مش عايزين، اسف في اللفظ، مش عايزين نربي الاطفال، لا هنا عايزين نعيد تربيه الاباء. تمام. لاعتقاد مني ان انا كده الطفل بخليه كويس ومش محتاج حاجه ولازم يبقى ابن فلان، يبقى مش عارف ايه ده كله معاه وما لا، غلط. علمه خير الامور اوسطها، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الامور اوسطها. الشيء اللي يلبى للطفل اللي هو فعلا لابد ان يلبى، ولازم يبقى فاهم ان الطفل ده فاهم ان الرغبه ديت ممكن تلبى عشان كذا، وديت لا يمكن ان تلبى عشان كذا، ودي هتؤجل عشان كذا. انما كوني انا بدي او بلبي كل الرغبات بدون اي سبب لمجرد ان انت طلبتي، ده هيخلق لي طفل اتكالي ضعيف
ملحش، غير متحمل المسؤوليه، لا يعتمد عليه، غير واثق في نفسه، غير مؤهل، غير طموح، لا يجيد العمل، لا يجيد العلاقات الاجتماعيه، لا يجيد تطوير نفسه، لا يجيد التعامل مع الازمات، لا يجيد حاجه كتير جدا. طفل اتكالي عارف ان هو هيقول لبابا هيديله، فبرضه بكره اما يكبر هيقول لبابا. صحيح، اتعود ان بابا بيلبي له كل طلباته. الجزء الثاني بقى اللي هو العمر، القسوه بقى. القسوه سريعا يا دكتور استاذنك عشان وقتنا. حاضر خلاص، اخر نقطه بقى. القسوه هي برضو الوجه الاخر للعمله، الدلع او التدليل الزائد هو العنف. ده العنف بيؤدي الى طفل برضو ضعيف الشخصيه، يعاني من الهروب الاجتماعي، عنده هوس او هاجس العلاقات الاجتماعيه، الخوف الاجتماعي، مش غير قادر ان هو يعمل اي علاقات اجتماعيه، اي انه يعبر عن رايه، عن احتياجه، عن طموحه، عن الخير او حتى الشر اللي جواه. طبعا بيؤدي الى المزيد من العنف والكراهيه للمجتمع. صحيح، وبما فيهم اسرته. يعني ده هينعكس على الاسره، وطبيعي العنف ده هينعكس على المجتمع، ونلاقي مشاكل كتير جدا احنا فيه. فنرجع نقول لقول سيدنا رسول الله خير الامور اوسطها، والمشاركه والحديث باللين مع الاطفال وبعقل. على دكتور سريعا جدا كده نصيحه من حضرتك لكل اولياء الامور في تربيتهم لاولادهم في اجازه سريعه. احترسوا من تصرفاتكم. نعم، احترسوا من تصرفاتكم ومن افعالكم امام اطفالكم. حاولوا ان انتوا دايما اللي انتوا عايزين تعلموه للاطفال انتوا نفذوه قدامهم، مش هتحتاجوا تعلموهم. ادوهم احساس بالثقه، كلموهم، احترموا عقلهم واحترموا مستقبلهم. بشكرك جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور هيثم فؤاد، اخصائي تخاطب وتعديل سلوك. شكرا جزيلا حضرتك، شرفتيني ونورتيني. شرفينا يا فندم. بكده مشاهدينا بنكون وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده. بشكركم طبعا لحسن المتابعه، وغدا ان شاء الله يتجدد لقاء حضراتكم حلقه جديده ونهار جديد.